السلام عليكم ورحمة الله. وإذا إن شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا بريباراسيون كونكور ميديسين. لا كيسيون اللي معنا اليوم لا كيسيون 77 من كونكور ميديسين 2020. لا كيسيون اللي عندنا اليوم دونك معطي لي اف دو اكس كيلكو سوا اكس ابارتيان ار بلس اتوال اف دو اكس تيغال اكس على بيسونس 3 بلس 3 ال ان دو اكس بلس 1. Alors, le nombre dérivé, là, je vais vous dire, f moins 1 prime de 2. F moins 1 prime de 2. Il me l'a demandé de calculer. On dit 5 choix. Donc, maintenant, ma chère, on va faire f moins 1. On dit dérivé f moins 1. On va faire 2. Là. Donc, on a une règle. Qu'est-ce qu'on dit, on va faire f moins 1. ديال y0. دونك هنا الى عندنا واحد لو بوين باغ اكزومبل x0 x0 y0 دونك الوقت اللي تنكتبو بحال هكا x0 y0 دونك هذا بوين ان بوين لي كوردوني ديالو اللي هما x0 y0 الوقت اللي كنكتبو بحال هكا كنقصدو بان y0 راه هي ليماج ديال x0 يعني الوقت اللي غنحسب f دو x0 غادي نلقاه هي y0. دابا لا ريغل اللي عندنا هنا الوقت اللي كنبغي نحسب f-1 دونك f-1 ديال y0 ديال y0 y0 بريم y0 بريم دونك f-1 ديال y0 بريم هادي شنو كتكون كتساوي؟ كتكون كتساوي هي 1 على f بريم ديال y0 دونك f بريم عفوا ديال x0 دونك هادي هي لا ريغل هادي هي لا ريغل. دابا حنا هنا شنو عندنا؟ عندنا فات y0 عندنا 2. اذا باش نعرف x0 شنو هي دونك دابا انت هنا راه عندك y0 عندنا هي 2. اذا باش نحسب انا f-1 بريم دو 2 خاصني نكون عارف x0 دونك x0 شنو هي؟ هو داك لو نومبر اللي فاش غادي نحسب له ليماج ديالو غيعطينا 2. يعني شنو هو العدد اللي الوقت اللي غنحسب له ليماج ديالو غيعطينا 2 هو اللي غادي يكون عندي هنا هو اللي غادي يكون عندي هنا الداخل. اذا هنا باش نلقى هذا اما غادي نحل ليكواسيون f دو x ايتيغال ا 2 اما غنحلها اولا غادي نشوف غير بعيني هكا لا ربما تبان لي شي فالور مزيان بحال دابا حنا كنعرفوا بان ln ln دو 1 ايتيغال 0 دونك لاحظ معايا كون نعوضوا هنا هاد x هادي اللي عندنا هنا كون نعوضوها ب 1 يبقى عندي ln دو 1 هي 0 هاد لا فالور هادي غتمشي ويبقى عندي هنا 1 زائد 1 هي 2 دونك هنا راه كيبان انني لقيت لقيت داك x 0 هنا كيبان بانني لقيت داك x 0 اذا الا مشيت حسبت f دو 1 ها انت ردوا معايا البال كون لي مثلا دابا نحسب f دو 1 يعني هنا نحسب f دو 1 شحال غتعطيني غادي نعوض بواحد دونك غتبقى ليا 1 على بيسونس 3 بلوس 3 ln دو 1 بلوس 1 ln دو 1 عندي هي 0 دونك شنو غتبقى تبقى 1 زائد 1 هي 2 دونك هنا انا لقيت لو شيفر اللي فاش غادي نحسب له ليماج ديالو غيعطيني 2 دونك x 0 ديالي هنا راه هي 1 فهمنا دونك كما قلنا بان x 0 راه هي 1 علاش حيت الا حسبت f دو 1 غتعطيني هي 2 اذا دابا انا هنا باش نحسب f موانز 1 بريم دو 2 دونك هنا غادي نعوض في بلاص x 0 غادي نعوض ب 2 وفي بلاس y0 غادي نعوضها ب2 و x0 غتكون عندي هي 1 اذا f-1 دو 2 بريم غتكون ايتيغال 1 على f بريم دو 1 واذا هادشي اللي غادي نكتب دابا هنا اذا f بريم دونك f-1 دو 2 بريم غادي تكون هي 1 على f بريم دو 1 تفاهمنا دونك قلنا علاش حيت f دو 1 ايتيغال 2 دابا انا شنو بقى ليا بقى لي غادي نحسب f بريم دو 1 خاصني نحسبها وباش نحسب f بريم دو 1 دونك il faut calculer f بريم دو x بدايا الاولى دونك عندي f بريم دو x تيغال x على بيسونس 3 بلس 3 ln دو x بلس 1 دونك هنا ملي غادي نحسب f بريم دو x شحال غتعطيني ديريفي ديال 3 ديال x على بيسونس 3 غتكون هي 3 x او كاري بلوس و ديريفي ديال ln دو x هي 1 سور x دونك غتبقى ليا 3 سور x والوقت اللي غادي نرومبلاسي ب 1 دونك حيت خصنا f بريم دو 1
مني غادي نرومبلاسي ب 1 دونك غتبقى ليا 3 فوا 1 او كاري ليا 3 بلس 3 سور 1 دونك غتبقى ليا صافي 6. اذا لا ريبونس اللي غتكون عندي هنا غتكون هي 1 سور 6 حيت اف بريم دو 1 لقيناها هي 6. دونك لا بون ريبونس هي لا ريبونس بي. شكرا على المتابعه وفي فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله.